ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. We are live. بس نتأكد. يس. في صوت عندك جمال؟ في صدى؟ في صوت؟ في صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا معنا في لقائنا اليومي الذي عودناكم عليه كل يوم إن شاء الله الساعة 8:30 مساء. حابب أنوه أنه خلال أيام رمضان ستتغير ساعات البث، ستكون الساعة 10 مساء إن شاء الله بعد الإفطار. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو تحديات الأسرة وطرق الحفاظ عليها، وخاصة في بلاد الغربة أو بلاد الغرب كما تسمى. اليوم الموضوع حساس جدا ومهم لكثير من الناس، ولذلك أحببنا أن أنا وأخي وصديقي محمد التميمي أن نستضيف صديقنا وأخونا وحبيبنا وحبيب الجماهير كما نقول عن سعادة الشيخ محمد الهاشمي. هو رجل ناشط في المجتمع النورث أمريكان في أمريكا وكندا منذ أكثر من 30 سنة. رجل يحب عمل الخير، يحب المساعدة، يحب المجتمع المحلي بغض النظر عن ديانات الناس أو أصولهم أو أعراقهم أو لغاتهم. رجل أظهر لنا فعلا كيف يمكن أن يكون رجل الدين والمسلم بشكل عام داعية بأخلاقه في الغربة. هو المؤسس أو الرئيس التنفيذي للمركز الثقافي الإسلامي ابن رشد. فنرحب به وأهلا بك أخانا الكبير شيخ محمد. مرحبا بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخوي محمد الدكتور جمال، مستمعين ومشاهدين في الجالية العربية والمسلمة وجميع من يشاهدنا من شرائح المجتمع الكندي، نحييكم بتحية الإسلام وتحيتنا السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للأسر المسلمة، نسأل الله سبحانه أن يبلغنا وإياكم رمضان، واجعلنا وإياكم إن شاء الله تعالى من يصومه ويقومه، ويجعلنا إن شاء الله تعالى وأسرنا كلها في هذا رمضان تكون أسرا سعيدة معافاة بالصحة والعافية إن شاء الله تعالى، ولسائر المسلمين أجمعين. ومرة أخرى أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج الرائع الحقيقة، الذي هو بمثابة نافذة بيننا وبين مستمعينا وأحبابنا في جاليتنا الحبيبة. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. أهلا بك شيخنا الكريم، أهلا بك شيخنا محمد الهاشمي. الحقيقة نسعد دائما باللقاء معك، لأنك تضيء على مسائل إنسانية عظيمة يغفل عنها الكثير. والحقيقة أنه البعد الإنساني في الطرح هو بعد الجميع، وأنا بقول بعد الجميع، بعد كل الناس الذين يتبنون هذه الإنسانية كمذهب في الحياة. والحقيقة أن الإنسانية لا تتعارض مع أي دين، أي دين حقيقي في هذا الكون لا يتعارض معه الإنسانية. اليوم كلامنا عن الأسرة، والحقيقة أنه الأسرة في هذا اللقاء لن تكون في لقاء واحد، الأسرة والتحديات وتحدياتها. ارتئينا أن يكون اللقاء هذا يتحدث عن ما هي الأسرة التي نريد، وسيكون هناك لقاء آخر يتحدث عن التحديات الواقعية التي تواجه الأسرة. وجدنا أنه موضوع الأسرة موضوع كبير، لا يمكن أن يتم اختزاله في حلقة واحدة، فلا بد أن يتم طرح المواضيع في حلقتين حتى نعطي كل فقرة فيها حقها. وسيكون في اللقاء القادم معنا إخوة مختصين في عدة مجالات حتى نناقش الواقع المعاش والتحديات الحقيقية والإشكالات الواقعة بشكل صحيح وسليم وصادق.
الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، من غير الأسرة لا يمكن أن يكون هناك مجتمع متماسك. صحيح نقول أن المجتمعات الغربية استعاضت عن اللبنة الأساسية وتماسك الأسرة بقوة الدولة، هذا صحيح، ولكن ما زالت المجتمعات الغربية تنظر إلى أن تقوية الأسرة وتدعيم الأسرة هو أساس لتقوية المجتمع وتدعيم الدولة. مهما حاولت أن تكون الدولة قوية، في النهاية تدعم الأسرة. لماذا تهتم بالأطفال؟ لماذا تهتم بالنساء؟ لأن الطفل هو المستقبل، ولأن المرأة هي العمود الواقي نقول الحزام الجامع لهذه الأسرة. وهذا نعلمه كشرقيين، وبالتأكيد تعلمه الدول الغربية بشكل جيد. الحفاظ على المرأة والحفاظ على الطفل بالتأكيد في النهاية سيؤدي إلى الحفاظ على الأسرة. فنقول إنه ما نتعلمه صغارا عن أهمية الأسرة ليس بعيدا عن أي ثقافة في العالم، ولكن أي أسرة هي الأسرة التي نريد. وأترك هنا الكرة في مرمى شيخنا حتى يسعفنا بتفسير هذه الأحلام. نريد أسرة جميلة، نريد أسرة مثالية. ما هي الأسرة شيخنا الكريم؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم أما بعد، ما هي الأسرة التي نريدها؟ قبل ذلك نتحدث عن ما هو الإنسان الذي نريده، والجواب نريد إنسانا يكون كما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يكون. المرة الماضية قلنا أن الإنسان خلقه الله ليكون عبدا وليمشي في حياته بتوجيه من ربنا سبحانه وتعالى أيا كانت ديانته. والآن والإنسان هذا يشكل الأسرة بشقه الأنثوي وبشقه الذكري، الرجل والمرأة معا. الرجل الإنسان والمرأة الإنسان يشكلان هذه الأسرة التي نريدها أن تكون كما أرادها الله أن تكون. والله سبحانه وتعالى أرادها أن تكون أسرة. هذه الأسرة انعقدت بأهم العقود البشرية، أهم العقود الإنسانية. أهم عقد على الوجود هو العقد الذي يبرم في حالة الزيجة بين الرجل والمرأة، ولهذا ذكره الله في القرآن، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأهم عقد على الإطلاق هو هذا العقد الذي يبرم لتكوين الأسرة بين الرجل والمرأة. وأنبه إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الدقائق التي سبقت رحيله عن هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم أراد أن يلخص رسالته، ورسالته هي رسالة كل الديانات وكل الأنبياء، أراد أن يلخص العلاقة الإنسانية، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، بمعنى أنه لخص علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى بالصلاة.
فإذا كانت هذه العلاقة صحيحة وقوية أن الإنسان محافظ عليها، كانت علاقته بالله تبارك وتعالى دائمة متصلة قوية. وإذا أراد الرجل أن يعرف حال إيمانه مع الله تعالى فليلتفت إلى حالة صلاته، فإن كانت حالتها حسنة جيدة ممتازة فليعلم أن علاقته بالله تبارك وتعالى كذلك. وإذا رأى أن صلاته تحتاج إلى إصلاح فليعلم أن علاقته بالله تحتاج إلى إصلاح. ثم في الجهة الثانية لخص جميع العلاقات البشرية في علاقة الرجل بإيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانه. فهذه الدقائق التي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغادر، أراد أن يلخص كل أحكام هذا الدين في هذه العلاقة اللي هي علاقة قوية، علاقة غليظة سماها ميثاق غليظ، علاقة أساسية جدا جدا في خلافة الإنسان لله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وهي أهم شيء يمكن أن يبرمه الإنسان. ولهذا كان اختيار الأسرة، اختيار الزوجة، كان لابد له من شروط، وكان الإنسان يعني يتعب حتى ربما يجد الزوجة التي يحب والتي يظن ويعتقد أنها هي شريكته في هذه الحياة. كذلك بالنسبة للمرأة ترفض هذا وترفض هذا وتظن أن الذي يأتيها هو الذي هو فارس أحلامها، وهو الذي تأخذ بيده ويأخذ بيدها ليحققان الأسرة المنشودة التي يريدان. الأسرة هذه يعني ربما تجد أسرا تقول لها ما الهدف؟ إخواني قد يكون لك كل شيء، وقد تستطيع أن تتحصل على كل شيء، تتحصل على الزوجة التي تريد ويرزقك الله الأولاد وتكون عندك الوظيفة وعندك المال. فإذا افتقدت الإنجريدينز أو المكون الأساسي للأسرة ألا وهو السعادة والحب، فما تكون الأسرة أسرة. ولهذا كل الناس تبحث عن السعادة، والأسرة من أهم أسباب ومكونات السعادة البشرية. فالإنسان الذي له أسرة وهو سعيد مع زوجته وهي سعيدة مع زوجها وسعيدة بأولادهما والأولاد سعداء كذلك في حضانة هذه الأسرة السعيدة، قد ملكت الدنيا كلها سعادة. ولهذا ترى صاحب المال يريد السعادة، صاحب العلم يريد السعادة، وصاحب الجاه يريد السعادة وقد يفتقدها لأنه يريد أن يكون كذلك الفقير. كذلك الذي ليس عنده شيء بل عنده امرأة صالحة، أو التي عندها رجل صالح، عندها رجل يحبها ويحترمها ويقدرها ويعزها، عندها رجل يحترم مشاعرها، عندها رجل يقول لها أنت بالنسبة لي أنت الدنيا، أنت ملاكي، أنت كل شيء في حياتي، تكون هذه المرأة قد ملكت الدنيا. فالأسرة التي نريدها هي الأسرة السعيدة. الرجل يريد أسرة إذا دخل بيته يحن إليها، يجد فيها معاني السكينة والطمأنينة والهدوء والحب والرأفة، يجد فيها هذه المعاني التي هي برايسلس، يعني بمعنى لا تجدها إلا إذا كانت متوفرة، وإذا حظيت بها فقد ملكت الدنيا، أنت أسعد الناس. تقول المرأة ماذا تريدين؟ تقول أن أريد الرجل الذي يحبني والذي يحترمني. صحيح أن ربما هي تريد رجل له مال، قد تخفي ذلك، لكن في قرارة نفسها تريد الرجل الذي يحترمها كإنسان. للأسرة مقومات، معناها المرأة الولود الودود. الإنسان إذا تزوج يريد امرأة تريحه، يريد امرأة يسكن إليها، تريد رجلا تسكن إليه، تريد رجلا يشكل غطاء لها، ويريد امرأة تشكل غطاء له، تشكل سكنا له. أنتم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كيف يكون اللباس؟ لباس الغطاء فيه معاني الدفء وفيه معاني الحنان، فيه معاني الستر،
بمعنى أن تكون مرأتك، امرأتك، زوجتك صندوق أسرارك، تحن إليها وتركن إليها بعد الله سبحانه وتعالى، تحدثها عن خلجات نفسك إن كنت متعبا، إن كنت صاحب دين، إن كان عندك ما يشغلك في الشغل، تسر لها بكل شيء، وتسر لها كذلك بمشاعر الود والحب. نريد أسرة سعيدة، نريد أسرة فرحة مرحة، نريد أسرة تعرف مغزى وأهداف الأسرة، أنها تشكل اللبنة الأساسية في المجتمع. القلب يشكل اللبنة الأساسية في الفرد. المرء بأصغريه قلبه ولسانه، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. كذلك هذه الأسرة هي القلب النابض للمجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع. وبالتالي أنت تريد أسرة ترتع في منابع الصلاح ومنابع الفضيلة ومنابع الأخلاق. الرجل صاحب الدين، صاحب الخلق، صاحب الإنسانية، صاحب الفضل، صاحب الود. المرأة صاحبة الود، صاحبة الفضيلة، صاحبة الأخلاق. إذا التقيا يكون أساسهما ربي هب لي من لدنك ذرية. ولهذا حينما نبارك لهما نقول مبارك لكما، نسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة. صلاح الأسرة ينتج صلاح الولد، وفضيلة الأسرة تنتج فضيلة الولد. ونحن نقول بالأسرة هذه تقدم للمجتمع أبناء صالحين ومواطنين صالحين، تقدم للمجتمع أبناء لا يحتاجون إلى الشرطي، ولا يحتاجون إلى من يقف معهم ليربيهم معنى المواطنة. هي اللبنة الأساسية للتعليم، تعلم ولدها فتذهب به مهذبا، منظما، نظيفا، جميلا إلى أقسام دراسته، فيقول للمعلم رحم الله من ربك. نريد الأسرة التي تقول لأبنائها بعد 30 عام أو 20 عام أو يقل أو أكثر، يزيد أو أكثر، ستكونون أنتم رجالات هذا الوطن، أنتم من يقوم على هذا الوطن، أنتم شرطته، وأنتم وزراؤه، وأنتم مهندسيه، وأنتم أطباؤه، وأنتم علماؤه، وأنتم إنسانه الذي يمثل كل هذا. أنتم الإنسان الذي إذا كنت كذلك يقول رحم الله من ربك، هذا الذي تريده كل الأوطان، والتي تريده كل الإنسانية، أن تكون الأسرة بهذا الحال تنتج مواطنا صالحا. نعم. أكيد شيخنا. أنا بدي أسأل سؤال قد يكون زي ما بيحكوا اللي بيشربوا في تيم هورتون دبل، يعني راح يكون سؤال من سؤالين. أول إشي، إحنا معظمنا خاصة اللي المهاجرين من الجيل الأول ننظر إلى عاداتنا وتقاليدنا وبنحب نوصلها للجيل اللي بعده، ولكن حسب ما نراه في حياتنا كلها أنه الأجيال تتناسى بعض العادات والتقاليد والأشياء الحلوة في عاداتنا وتقاليدنا، خاصة العربية والشرقية والإسلامية. فسؤالي الأول، كيف ترى أنه أفضل طريقة نحافظ على هذه العادات والتقاليد؟ وعلى العكس كثير ناس بقول لك الغرب لا يأتي بشيء بخير، أوكي، ولا تهاجر بأولادك ولا تذهب إلى الغربة. وإحنا أخذنا هذا الخطوة، أخذناها الخطوة وتوكلنا على الله، لأن أرض الله واسعة. فماذا ترى في الثقافة الغربية شيء جميل إنه ندمجه لأطفالنا بحيث إنه يخرجوا بمخرج جيد من ثقافتنا العربية والإسلامية والشرقية بشكل عام، ومن الثقافة الغربية بوعاء واحد؟ تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسد.
الهجرة هذه تعددت أسبابها، منهم من جاء كلنا من سنوات، جاء لطلب العلم أو جاء لطلب المعيشة أو جاء لطلب الأمن أو جاء لغرض آخر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحن أتحدث عن وضعنا نحن كجالية عربية في كندا، نحمد الله أننا في بلد يقدر التنوع الثقافي ويقدر القيمة الثقافية، وبالتالي فالمجال متاح لكلنا كل الناس أيا كانت ثقافته أن يتفاعل مع المعطيات البيئية النسبية في المجتمع الغربي، وفيها من الأمور الرائعة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. ويكفي أن يجد الإنسان آدميته وإنسانيته في مجتمع كهذا، يكفي أنك تشعر أنك إنسان، ثم هذا الشعور بالإنسانية وهذا الشعور بالآدمية لأنك تعيش في بلد فيه قانون وفيه أنظمة تحفظ لك الكرامة الإنسانية وتحفظ لك الحرية الفردية وتحفظ الحريات الجماعية. فإذا حفظت الحريات الجماعية مع أننا ستقيم مسجداً أو تقيم كنيسة والمجال لك مفتوح أن تأتي أن تحافظ على ذاتك الأولى والتي كل الناس يحفظون على الذات، أنت تحافظ على ذاتك البشرية، ذاتك الإنسانية أهم شيء، ثم تحافظ على ذاتك الثقافية، الذات الثقافية بكل معطياتها، ثم تحافظ على ذاتك العقدية أو ذاتك الدينية. فوجدنا أن المجتمع يقبل ذلك. إذن فمن أراد الأسرة التي هو ربما يتحرر بكثير من كثير من الشوائب التي التصقت به ولعقت به وهو يظنها أنها من بنات الثقافة الأصيلة وهي ليست كذلك، أو يظنها من بنات الدين الأصيل وهي ليست كذلك، فيأتي هنا فيجد أن المجال أوسع ويجد أن الرحب أوسع، فهو بإمكانه أن يعيش ذاك المسلم الذي يتعامل مباشرة مع معطيات دينه وقرآنه وسنة نبيه، فيجد نفسه محررا. ولهذا أهم ميزة للطاقة الإبداعية لدى الإنسان أيا كان هو أن يجد نفسه حرا، هذه الحرية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لكل الناس، أرادها الله سبحانه حتى في الاعتقاد، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والإنسان يأتي يجد مسجده يقول سبحان الله، يجد مسجد هنا يذهب إليه يرجع يلبس ما يريد ما يشاء يأكل ما يريد ما يشاء، ما الذي يخصنا في الذات الثقافية وفي البنية الثقافية؟ ما الذي يخصنا؟ يخصنا فقط أن نقوم بواجباتنا كبشر كإنسان، ويقوم أن نقوم بواجباتنا كمواطن، أن نعرف ما علي وما لي، أن نعرف حقوقي وأن أعرف واجبي في إطار البيئة التي أعيشها. البيئة رصدت مجموعة من القيم، وهذه المجموعة من القيم أن ترتضيت أن تأتي تعيش بها في إطار هذه مجموعة القيم التي لا تتعارض مع القيم البشرية والإنسانية اللي هي من ذلك يسمونها. وبالتالي يستطيع الإنسان يا إخواني أن يعني يتحصل على كل مراتب النجاح، وأن يتقدم كأسرة وكفرد من خلال هذه المنظومة الاجتماعية، ويظل كذلك محافظ على بيئته الثقافية، ويظل كذلك محافظ على التزاماته الدينية، فيكون ذاك المواطن. أنا أعتبر أن كثير من الجاليات العربية جاليات مثقفة أي متعلمة، ودرجات التعليم عندنا عالية جدا جدا، فنحن صفوة المجتمع، نحن صفوة المجتمع الأمريكي وصفوة المجتمع الكندي، يعني إذا إحصائياتنا في نسبة التعليم عندنا عالية جدا، فما الذي ينقصنا؟
يعني نتعود على عادات هي من 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 عاداتنا وأصلها من عاداتنا. قيمة مثلا قيمة الوقت وقيمة الاحترام وقيمة احترام الرأي الآخر وقيمة الترحيب، كل هذه القيم البشرية والإنسانية موجودة عندنا وهي من فضائل الأخلاق عندنا من كرم، وكل ما يمت إلى شخصية الإنسان العربي والإنسان المسلم هذه يجدها هنا، وبالتالي يكون فقط وجد غطاءه الآخر، الغطاء الإنساني. اسمح لي شيخنا. نعم. الحقيقة إنه الكلام جميل والكلام ممتع، ولكن يعني لا تظن أنه هذا دائما يدخلنا في مسألة من المثاليات والحياة الرومانسية والشعور بأن في كوكب آخر غير كوكب الأرض؟ يعني نحن في الأرض الأسرة زوجان والزوجين يعني بجوز لا تكون، بجوز يكون الهدوء الوحيد فقط بينهما في أول ليلة، والله أعلم في بعضهم حتى أول ليلة ما فيش هدوء. لقد ضيقت وسعني. فيعني فألا ترى أن المسألة دخلت في كثير من الرومانسيات؟ يعني هل في ناس يا شيخنا، في ناس الآن تشكك في أن الأسرة أصلا هي 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 علاج صحيح، أن الأسرة أصلا هي، يعني سمعنا كثيرا أن الأسرة مؤسسة فاشلة، سمعنا هذا المصطلح كثيرا، هذه العبارة أن الأسرة مؤسسة فاشلة. اليوم إحنا بنتحدث عن الأسرة وبنقول إنه الأسرة اللبنة الأساسية، وبنقول إنه الأسرة هي تخرج الرجال، لكن أيضا الأسرة أخرجت معوقين نفسيا، وهؤلاء المعوقين نفسيا يعني أسوأ بكثير، خليني أسميها بتسمية أخرى ماشي، أقول معوقين إنسانيا. هؤلاء المعوقين إنسانيا من الجبابرة، من المبتزين، من أصحاب الفساد بمختلف أشكاله، خرجوا من أسر متفككة، خرجوا من أسر لا يعني لا يستطيع أحد من الزوجين أن يفكر بحكمة. اليوم كانوا يقولوا إنه المشكلة في الزواج المبكر، وإنه لا يجوز الزواج المبكر حتى يستطيع الزوجين أن يديروا أسرة. حقيقة لو بدنا نحاكم هذا الأمر بجوز يكون الزواج المبكر يصل حتى سن 40. في ناس في سن 40 زواجهم زواج مبكر، ينطبق عليهم أنهم لا يستطيعون أن يديروا أسرة. اليوم نتكلم عن أسرة. طيب الواقع شو بيحكي لنا؟ الواقع بيحكي لنا أنه الزوجين فعليا في مختلف الأعمار حقيقة لم يتمكنوا من القيام بهذا المثال اللي حضرتك طرحته. هل ما زلنا بحاجة إلى أسرة، ولا هو الأسرة الضرورة الوحيدة اللي فيها الضرورة الجنسية فيكتفي مثل ما فعل الغرب؟ هناك آليات وأدوات وطرق كثيرة لتفريغ هذه الرغبة الجنسية، ولندع موضوع الأسرة ومسؤولياتها جانبا، وممكن بعد زي ما بيعمل البعض بعد يعني علاقة ربما تطول إلى 30 سنة وينجب منها العديد من الأولاد، وبعدها يعني يتفكروا فينظروا فيجدوا أنه في مجال الآن نعمل أسرة. أصبحت هذه النظرة للأسرة نظرة متأخرة، لأن الواقع فرض شروطه. الواقع بيّن أنه هذه الأسرة بتركيبتها بالمثال الذي يطرح كأننا نتكلم عن ملائكية، وهذه الملائكية ليست من رواد الأرض، الملائكة ليسوا من أحياء الأرض وإنما من أحياء السماء. فهل كيف يعني كيف نرد، كيف نعالج، كيف نرد على الناس اللي عندها هذه الإحباطات من تكوين الأسرة؟ أصبح اللي بده يكون أسرة لازم يكون عنده بعض لمسات الأنبياء حتى يستطيع أنه يدير أسرة. وحقيقة المرأة التي تريد أن تكون أسرة عليها أن تمتلك ما امتلكته مريم عليها السلام وما امتلكته فاطمة رضي الله عنها حتى تستطيع أن تصبر على مثل الرجال الذين نمتلكه. فوين التكيف؟ وين التكيف في الموضوع؟ ونتكلم عن الثقافات الغربية والثقافات الشرقية والانصهار،
الانصهار فرض فرضا، لأنه الأسرة في كل التجارب، بدي أحكي كل التجارب لكن نقول في أغلب التجارب لم نصل لهذا المثال اللي حضرتك طرحته. فكيف يعني نرد على الناس التي أحبطت من أن تبني أسرة هادئة بلا مشاكل، سعيدة بلا منغصات، فيها السكينة والهدوء والحب الذي تتحدث عنه؟ ليس هناك مجتمع فاضل بكل معاني الفضيلة. المدينة الفاضلة أفلاطون تحدث عنها، لكن الأسرة الفاضلة بكل ما تحمله جسدها الرسول صلى الله عليه وسلم وجسدها الإنسان الفاضل. يعني المجتمع لا يكون فاضلا لكن باستطاعة الفرد أن يكون فاضلا، وباستطاعة المرأة أن تكون فاضلة. بمعنى هو الفساد الذي ضرب الإنسان ليس فقط ضربه في أسرته، وإنما ضربه في كل جوانب حياته. ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد هنا ليس على مستوى الأسرة فقط، على مستوى إدارة الإنسان لشؤونه خرج بها عن الجادة، وبالتالي هذا العنت. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بمعنى أن هذا الستريس وهذا العنت وهذا القلق الذي تعيشه البشرية في كل جوانبها، الأسرة إنما هي جزء منه. لكن يبقى الأمل أن أسباب السعادة موجودة وأسباب الفضيلة موجودة، وقد لا ينجح كل الناس، لكن إذا ما نجح كل الناس نريد لبعض الناس أن ينجحوا، ولنريد لبعض الأسر أن تنجح حتى تشكل أملا وتشكل قدوة وتشكل بارقة خير يقتدى بها. فما زال الخير في الناس، وما زال الخير في الدين، وما زال الخير في المجتمع. وأنت تمر ترى من معارفك أن أناس الحمد لله رب العالمين، أنا ما يقول لك أنهم والله بلغوا منتهى السعادة، لكنهم على الأقل عندهم أسر والحمد لله أمورهم طيبة، ويختلفون ثم يصطلحون، بينتهم حب وفضيلة. إذن حينما نتحدث هنا عن الفضيلة لا نتحدث عن الفضيلة بقيمتها الفلسفية، وإنما نتحدث عن فضيلة واقعية يمكن أن تتحقق. الإنسان الذي يدرس إن لم يدرس لابد أن يرسم، فما الذي يجعله ينجح؟ هو اجتهاده، هو يعني ممارسته لتعليمه والأخذ بالأسباب. فنأخذ بالأسباب، وفي أسر عربية وأسر مسلمة هنا في الغرب ناجحة بكل المقاييس، في أسر عربية ناجحة بكل المقاييس، يعني استطاعت أن تصل إلى ما تريده أكثر. وفي أسر أخرى ربما تحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتها، ظرف ترتيب أولويات. هل مثلا تربية الأولاد من أولوياتنا أو لا؟ هل هو يعني وجود هنا لجمع الأموال مثلا والخروج للشغل إلى غير ذلك؟ وربما قلنا أن هذه الجائحة ربما من إيجابياتها أنها يعني جعلت المجتمع يعيد صياغة تفكيره ويعيد ترتيب أولوياته ويعيد فرصة لينطلق من جديد في تعريف كل هذه الماهيات المجتمعية من أسرة وفرد، علاقة الفرد بنفسه وعلاقته بالمجتمع وعلاقته بالخالق إن كان مؤمناً. كل هذه تحتاج إلى أولويات. ما زال الخير قائماً، والمسألة ليست عتمة، وقد برهنت التجارب على أن الإنسان إذا خرج من الإطار الأسري الأخلاقي الفضيلي الذي تعرفه كل المجتمعات، وكل المجتمعات تقر أن هناك انحرافاً في الأسر وانحرافاً في مفاهيم الأسرية وانحرافاً في المفاهيم المجتمعية، وهي الآن نراها في هذه الجائحة في أيام كورونا تعيد صياغة تفكيرها وتعيد صياغة علاقتها مع الخالق والتفكير في الخالق، وأن للكون خالق، وأننا نحتاج إلى العودة إلى هذه الجادة وإلى هذه السكة حتى نصل
إلى شواطئ النجاة أفرادا وأسرا ومجتمعات. ما أحوج الإنسان إلى نعم سيدي شيخنا الفاضل. سؤال سريع مني وجواب أسرع منك. أقول ألا ترى يا شيخنا الحبيب، ألا ترى أن المجتمعات الغربية بالنظام الأسري الذي تعيشه الآن، ألا ترى أنه أهدى راس وأريح بال وأطول عمر وأطول عمر وأقل جلطات من مجتمعاتنا الشرقية بالعنت والتعب والخلافات العميقة والمسؤوليات الكثيرة اللي على الرجل وعلى المرأة، لا أقول حتى على واحدة منهم، لكن على الرجل والمرأة. لكن شوف الحياة الغربية ما أبسطها وما أسهلها وما ألينها، يعني علاقات سهلة سلسة، تعرفوا على بعض، بتصير النظرة إلى الأسرة على إطارها الضيق، الدولة هي التي تحمي وترعى وتدعم، والكل واحد من الأبوين عارف مسؤولياته، مش بالضرورة الالتصاق هذا اللي إحنا عايشينه وماخذينه بطريقة يعني متشددة. مش شايف إنه حياة الغربي مع الأسرة أسهل، حتى في طلاقه أسهل، حتى مع إنه الطلاق المفروض عند العربي أسهل، لكنه تبعاته تعقد المسألة أكثر. هنا صارت حتى الطلاق اللي كان زمان ممنوع في الغرب وصار بعدين متاح وفي له قوانين، إلا إنه خلص بالقانون بأخذ مجراه وبينتهي الموضوع وبتصير الأمور واضحة. يعني ألا تجد إنه الأسرة بوضعها الحالي في الغرب أسهل بكثير من الأسرة التي نحلم فيها في عالمنا الشرقي؟ كلام مادي محض، لا يعني يتكي على القيم، على القيم، كلام خارج إطار القيم. يمكن نتحدث عن الجانب الحيواني في الإنسان، هذا الجانب الذي أسألك عن نسب الانتحار في هذه المجتمعات التي تقول أنها سعيدة وأن نظامها الأسري ما شاء الله ماشي، عن التشوه النفسي في المجتمعات المادية، عن اللا ثبات. يعني الإنسان إذا خرج عن المفهوم القيمي لأسباب وجوده على هذه الأرض ولأسباب حياته فليكن من كان، فليكن. نحن نتحدث عن الإنسان الذي يعيش ضمن مجموعة من القيم، والغرب حينما يتحدث عن الغرب بمفهوم المحافظ بشقه المحافظ يتحدث عن القيم الإنسانية، ويتحدث عن القيم الأسرة، يتحدث كثيرا عن الفاميلي فاليوز والقيم الأسرية. يأتي أننا نحن الآن الواقع المجتمعي في مجتمعاتنا والواقع السياسي والواقع الاقتصادي هو الذي جعل الأمور القيمية يبتعد عنها الناس. لكن إذا حس الناس عندنا بحرياتهم ووجدوا أن أمنهم قائم وأن غذائهم قائم، ووجدوا أنهم عندهم حريات وأن نظام العدل قائم عندهم، ستجدوا أن الأسرة تشرق، ما أقول تزدهر، تشرق إشراق، تشرق إشراقا، لأنه عوض أن يفكر في خبزته وفي حاجيات أسرته يفكر الآن في الفضيلة ويفكر في التربية ويفكر شغلوا الناس عن هذا. الغرب لهم كل شيء، لهم كل شيء، والأسرة لا أقول كل الأسر لكن فيها أسر محافظة، غالبية الأسر انطلقت من هذا المبدأ الذي تحدثت عنه أستاذ محمد، أننا نتحرر من كل القيود. عندنا الآن مدين في بلادنا وما أكثرهم هذه الأيام ربما توقفوا أوقفتهم هذه الجائحة الحقيقة، لأنهم علموا أن الله حق، وعلموا أن وعد الله حق، وعلموا أن غطرستهم المادية والإلحادية أوقفها الله سبحانه وتعالى الذي أودع جبروته وعظمته في أبسط مخلوقاته وفي أصغر مخلوقاته، ليرجع الإنسان إلى قيمته وإلى
إلى قيمته مع الله سبحانه، يعلم أن لا قيمة له وأن لا قوة له وهو أضعف ما يكون. هؤلاء الآن اللي كانوا مصدعين رؤوسنا بهذه الماديات والبعد عن الدين والبعد عن الإيمان، أرجعهم الله سبحانه وتعالى إلى نقطة البدء ليفكروا ثانية أن الإنسان بإمكانه يعيش على هذه الأرض، وهو ما فأحوج ما يكون إلى خالقه وأحوج ما يكون إلى القيم التي شوف الأنبياء والرسل بعثوا إلى الناس كافة، بعثوا حسب الوضع الاجتماعي والوضع العقدي والوضع السياسي لمجتمعاتهم التي أرسلوا إليها. وكل نبي عالج مسألة التوحيد، عالجها مسألة أن يعبدوا الله، لأنهم كلهم يعني ما بعثوا إلا ليأمروا الناس بأن يعبدوا الله وحده. لكن هم هناك من عالج مسألة العقيدة بالإصلاح السياسي، هناك من عالجها بإصلاح المجتمعي، وهناك من عالجها بالإصلاح الإخلاقي، وهناك من عالجها بالإصلاح الاقتصادي، وهناك من عالجها بالإصلاح الأسري. كل هذه تدخل في إطار شامل وكامل جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فجاء ليصلح الأسرة وليصلح الفرد وليصلح السوق وليصلح الشغل وليصلح كافة جوانب النفس البشرية. ما زال الأمر بخير، وأنه في طلاسم هذا المجتمع المادي تنبثق الفضيلة ويشع نور الأسرة التي نريدها. وهذه الأيام أيام الحقيقة اختزت لنا الزمن. شوف من كان يظن أصحاب الكهف بقوا 309 سنوات هم في الكهف حتى يخرجوا ووجدوا أن وعد الله حق. تغير الحال، كيف الله سبحانه وتعالى يغير الحال والناس ترجع إلى خالقها. وهذه دعوة لكل الناس، دعوة لكل الناس، كل من يسمعني أن يفكر بمعزل عن الآخرين، يفكر عن لما أنا موجود، يفكر عن سبب وجوده، يفكر عن حاجته إلى خالقه، يفكر كيف بهذه القوة، القوة اللي أودعها الله سبحانه وتعالى في صدرك وفي قلبك، اللي جعل منك إنسان جبار بملكاتك العقلية والفكرية وطاقتك الجسمانية، كيف تسخرها إلى سعادتك وإلى سعادة زوجك وأسرتك وأبنائك؟ أكيد. وسيحصل خيرا إن شاء الله. أكيد. شيخنا اعذرني، أنا بدي أدخل في مداخلة بسيطة أو قد تكون يعني الآن جاءت على بالي، إنه هذا الرجل والمرأة اللذان يقيمان هذا العقد بينهما وعقد الزواج هما الأساس، فإذا اختل واحد منهم أو كلاهما استختل كل الأسرة. أنا حضرت محاضرة لشيخنا الفضيل شيخ أحمد الإمام شيخ مسجد جاتينو، نوجه له احترام من هنا وتحياتنا له، قبل أعتقد 10 سنوات، حكى فيها عن 50 طريقة من السنة النبوية لتجعل زوجتك تحبك أكثر مما هي تحبك الآن. وأعتقد عمل برضو محاضرة للأخوات برضو 50 طريقة للأخوات كيف تخلي زوجك يحبك. أي أنا استعرفت السبب يا دكتور جمال. الحب واجب على كلا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقواريط قوارير قوارير. فالموضوع يعني الرسول وصانا في زوجاتنا وأعطانا، يعني لو كل يوم نجيب وردة، مش كل يوم بلاش، كل يوم، كل شهر نجيب وردة، كل يوم نساعد المرأة بأعمال المنزل، وكذلك الأمر للمرأة، يعني الموضوع مشترك. يعني في قصة أنا قرأتها قصيرة جدا بس أعتقد فيها منها فائدة. أراد رجل أن يتزوج امرأة فقال لها وهو بعقد الزواج: إني رجل سيء الخلق، دقيق الملاحظة، شديد المؤاخذة، سريع الغضب، بطيء الرجوع من حالة الهدوء. فنظرت إليه وقالت له: أسوأ منك خلقا تلك التي تحوجك إلى سوء الخلق. فقال لها: أنت زوجتي ورب الكعبة. كانوا ضلوا مع بعض 20 سنة ما حدث إلا كل خير بينهم، ثم وقع بينهم خلاف، فغضب غضب شديد وقال لها: أمرك بيدك، يعني أنا
تركت لك طلاقك من شأنك إذا بدك تطلق نفسك. فقالت له: أما والله لقد كان أمري بيدك 20 سنة فأحسنته فحفظته، فلن أضيع أنا ساعة من النهار ورددته إليك. فقال لها: لا والله، لا، أنت نعم الزوجة. فالزوجة أيضا لديها مفاتيح لحل المشاكل وكسب قلب الرجل. يعني كلمة، إحنا الرجال برضو كلمة بتودينا وكلمة بتجيبنا. يعني كيف نزود هذا الحب؟ يعني في ناس بعد 5 سنوات بيصير روتين الحب، أو مش الحب، بيصير حياة زوجية روتين، أنا رايح نايم جاي قاعد باكل شارب وانتهى. فبدنا دفعات، زي ما كيف بنحكي فيتامين سي بقوي المناعة، بدنا إشي يقوي الأسرة، بدنا الوصفات السحرية. اللهم، وصفة جميلة جدا جدا جدا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. الله. هذا بحب الله سبحانه وتعالى، صح؟ طيب. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه. فالحب ديني وإيماني. إذا كان الحب دينك وإيمانك، هذا الحب الذي استقيته من حب الله تبارك وتعالى ومن حب الصالحين وحب الأنبياء وحب الأولياء، الأجدر كذلك أن تشارك هذا الحب مع أقرب الناس إليك. بمعنى الحب إذا ما نفعش مع الأهل متى ينفع؟ وهو بسيط جدا جدا جدا. الحب ليس معزولا عن الاحترام. أعتقد أنه في أسباب تريدك إلى حياض الحب. أن تحترم هذه المرأة وأن تحترمي هذا الرجل. لا تتوقعي ولا تتوقع أن يكون زوجك أو تكون زوجتك مثلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعلكما مختلفين، فهي خلق وأنت خلق، لها مشارب نفسية وأنت لك مشارب نفسية. القبول بها بكل ما تحمل من معاني، بمعاني القيم الجمالية، كونها إنسان آخر مختلفة عنك، هذا يجعلك سبحان الله، يجعلك تصور، أو أننا في الفاكهة نأكل عنبا فقط أو نأكل برتقالا فقط وليس ثم فاكهة أخرى. فها هو ربنا سبحانه وتعالى بالقيمة الجمالية نفسها من هذا التنوع، التنوع في الأشكال والتنوع في الألوان، تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه المرأة تختلف عنك، لكن مع ذلك أنت تحترمها وأنت تظهر لها تلك المشاعر. الزوج والزوجة يجددان عقد الزواج المعنوي الحسي، ويجددان شمعة الحب التي لا يمكن أن لا تنطفئ أبدا. إذا انطفأت هنا تشعلها من الزاوية الأخرى، أو يشعلها هو من الحجرة الأخرى، فيبخل الإنسان. وكلما طالت المدة كلما عرف الإنسان قيمة هذه المرأة. يقول سبحان الله شيخنا. نعم. الله سبحانه وتعالى حين ذكر الزوجة ذكرها أنها الصاحبة، أنها وربما الصاحبة. نعم. وصاحبته وبنيه. نعم. والحقيقة أنه الصحبة الزوجة الصاحبة ربما تكون أدوى من الزوجة ذات الصفة الزوجية فقط، ربما تكون أدوم. الوصول إلى هذه الصحبة والوصول إلى هذه العلاقة الحميمة اللي يفضي لها الرجل بكل ما عنده من سر ومن تعقيدات الحياة ومن تعب ومن فرح ومن راحة ومن غضب، بل
أنه حين الصاحب مع صاحبه حين يختصمان تجدهما في اليوم التالي وكأن شيئا لم يكن. هذه العلاقات خليني أقول هذه العلاقات اللي فيها من الوجدان وفيها من القيم اللي ذكرتها وفيها من الترابط اللي قال عنه رب العالمين ميثاقا غليظا. هذه العلاقات بهذا الشكل هل يمكن أن يكون هذه الأجواء من الحجر، هذه الأجواء من الانعزال عن الناس والوجود بين أربع جدران معا، إضافة إلى دخول هذا الشهر الكريم رمضان، هل يمكن أن يكون في هذه الأجواء وصفات معينة، أجواء معينة تساعد القيام بأمور تجعل من الأسر التي تفككت لديها أمل، والأسر المبتعدة قليلا متقاربة، والأسر التي بينها نزاعات خفيفة سطحية يمكن أن تصل إلى حلول، والأسر التي تطمح أن تكون بيوتا متينة يمكنها أن تكون هذه البيوت المتينة. أنا أذكر سألني ابني مرة قال لي متى بدأت تفكر بتربيتي، قلت له من أول يوم بدأت أفكر باختيار أمك. فالحقيقة إنه هل هناك مجال خلال هذه الأيام وفي رمضان إن نعيد التفكير جديا بهذه الأسرة وأن نخطو خطوات عملية حقيقية لبناء هذه الأسرة أو إعادة ترميمها؟ تفضل. كلام جميل جدا جدا. الحقيقة نعم هي فرصة يعني من ذهب، وهي من النتائج الإيجابية اللي هي ربما الضارة النافعة، وربما في قوله لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير، أن تكون هذه الخلوة في الخلوة الفردية، أن الإنسان يختلي بنفسه، لكن هذه خلوة أسرية، أن في هناك خلوة للأسرة أنها وجدت المجال لبناء ذاتها من جديد، وجدت المجال لنفسها أن يجد الزوجان الوقت، وأن يجد وقت للأبناء، وأن يجد الأبناء وقت مع أوليائهم مع أبائهم. فرصة رائعة جدا جدا لإعادة الترتيب الأسري بمفهوم الوجداني، يعني بمعنى أن الزوج قد يكتشف زوجه من جديد، وقد كان حكم عليها إبان انشغاله بأشغاله وأموره، وكان يأتي دائما غير صافي الذهن، غير صافي القلب، مشوش في ذهنه، ومشوش في قلبه، ومشوش كذلك في بصره، أن قد يكون يزيغ بصره في خارج البيت ويأتي بهذا التشويش. الآن ربما نفسه هدأت، والفرصة له من جديد أن يقول هي هذه فاطمة التي أعرفها، هذه سارة، أو هذه زوجتي، سبحان الله، كنز كدت أن أفتقده، شمعة كدت أن أطفئها، رحمة كدت أن أبتعد عنها، كنز كدت أن أضيعه. ونفس المجال بالنسبة للمرأة، ممكن جدا جدا، شايف يعني أسباب الفيروس والجائحة وأسباب الحجر الصحي، ضف لها أنوار وإشراقات رمضان وبركة رمضان وبركة الصيام، كلها تزيد النفس إشراق وتزيد النفس صفاء، والإنسان ينظر إذا بنظارة هذا الصفاء وهذا الحب. فهمت؟ أنا إيجابي أكثر، يعني إيجابي أكثر من أعطي أمور سلبية،
لن نصل إلى المثالية في شيء، ولكن على الأقل نصل معدلات تحفظ أسرنا. وما أحوجنا إلى مثل هذه الأمور التي جاءت رغما عنا، وجاء سبحان رمضان الآن يعني نصلي مع بعض ونجلس مع بعض وننتظر الغروب مع بعض ونفطر مع بعض ثم نسمر مع بعض ونحتسي الشاي والقهوة مع بعض ونحلي مع بعض ثم نكبر ونصلي التراويح مع بعض، يعني منحة رائعة. نعم تفضلي. الصوت لا أسمع. بقول نسيت نطبخ مع بعض ونلف ورق الطوالي مع بعض. أي نعم. الأسرة الآن ترتب برنامجها التعبدي الإيماني وترتج برنامجها المنزلي، بأن تحس الأم أن لها أبناء ما شاء الله وأن لها زوج، وكل واحد يشمر على ذراعه ويورينا كما يقول حنة يديه، أن ترينا حنة يديك ها في هذه الأيام، أن تكون نعمة الزوج ونعم الشريك. والحقيقة يعني ما تكلف شيء الحقيقة يعني، وهذه من السنن النبيلة للأخيار أن يكون مع زوجته. لا الطبخ أعتقد من كانت له كفاءة فليفعل. رياضة. فإجلاء الصحون لا يحتاج إلى كفاءة الحقيقة، يعني خاصة الذين كل الناس عندهم ماكينات، كل عليه أن يجري الماء على الصحن ويضعه في مكانه في الماكينة. أنا اسمحوا لي يعني أقطع هذا اللقاء الغني والرائع والمثمر، لكن حتى نشوق الآخرين لما بعده، خلينا نختصر هذا الكلام شيخنا بالمقولة التي قالت: كن لها رجلا تكن لك أنثى. كن لها رجلا تكن لك أنثى. فالحقيقة إنه هناك دور للطرفين، وواضح من الكلام اللي تم ومن النقاش اللي تم إنه الأسرة لا يمكن الاستغناء عنها، وكل المجتمعات التي حاولت أن تستغني عن الأسرة هي لم تستطع في النهاية أن تستغني عن الأسرة، وأتت عليها بويلات كثيرة، وربما لو راجعوا كثيرا من الويلات لكان علاجها العودة إلى الأسرة، وتكلفة الأسرة أقل بكثير. حتى الأسر التي في بينها مشاحنات وبينها خلافات وبينها مشاكل، تكلفتها في الدول أقل بكثير من عدم وجودها، أقل بكثير من عدم وجودها. والأصل أن يبحثوا عن حلول للأسر، لا أن يبحثوا عن زيادة في تفكيكها وزيادة في حلها وإنهائها. اللقاء معك شيخنا يعني دائما مثمر ودائما مفيد. طبعا إحنا اللقاء القادم راح يكون في مناقشة الواقع والحديث عن الواقع. ليس حديثنا القادم عن الواقع يعني أننا انتهينا أو سلمنا بأن الأسرة بيئة مشاكل، وإنما من أجل إعادة النظر للعودة لهذه المعاني المثالية أو هذه المعاني الجميلة التي نريدها من الأسر. بل أقول أن الطلاق الذي هو أحد الأدوات التي يعيد المجتمع فيها ترميم نفسه وتهيئة الأفراد، هو في الحقيقة جزء من الغنى وجزء من الحلول التي وضعت لتماسك المجتمع ولبناء أسر ثانية شعارها المحبة والسكينة والمودة بين الزوجين، وليس هي انتقام من الأسرة وتدمير للبنة الأسرة، بل لإعطاء فسحة للزوجين أن يبنيا أسرتين بينهما المودة والسكينة والرحمة. اللقاء القادم بإذن الله سيكون كلامنا في الواقع من المشاكل والواقع المرير الذي نعيشه. نحن لسنا بعيدين عن الواقع ولا نريد أن نهرب من الواقع،
ولكن أردنا أن نمهد للحديث عن الواقع بالحديث عن جمال الأسرة وعن أهمية الأسرة وعن ضرورة وجود الأسرة في المجتمعات والدول والأفراد. وإن شاء الله يكون هذا اللقاء قريبا، سنعلن عنه ونعلن عن الإخوة المحاضرين معنا في هذا اللقاء، الضيوف الذين سيتحدثون كل في تخصصه عن الجوانب المختلفة. سيكون هناك جانب عن الأطفال والمشاكل التي يعانون منها، وعن إحصائيات في مشاكل الطفولة، إحصائيات في المشاكل والعنف الأسري، إحصائيات في مشاكل والعلاقات بين الزوجين، إحصائيات في الطلاق. ثم بعد ذلك نتحدث عن النظرة للمرأة العزباء، المرأة المطلقة، الرجل الأعزب، الرجل المطلق، النظرة المجتمعية وكيف نعيد بناءها وإعادة صياغتها وتعريفها في أذهاننا وفي تصوراتنا، حتى نأخذ الخير من كافة المجتمعات الإنسانية التي رب العالمين أمرنا أن نتعارف فيما بيننا حتى نأخذ الخير من بعضنا البعض. أنا أكتفي بهذا الكلام عن اللقاء القادم، نترك المجال لتشويق الأخوة حتى يكونوا معنا فيه ويشاركوا بآرائهم ويشاركوا، ولا بأس إذا بعثوا لنا بعض التعليقات والأسئلة اللي ممكن إحنا نطرحها ونسلط الضوء عليها في اللقاء القادم. وأشكرك شيخنا مرة أخرى. في معنى فيديو راح يكون عن اللقاء القادم، لو تتابعوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الإخوة والأخوات، الأزواج والزوجات في أسرنا الكريمة من الجالية العربية الإسلامية في كندا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعل من نور رمضان ومن بركة رمضان ومن قرآن رمضان ومن دعاء رمضان إن شاء الله تعالى سببا في جلاء هذا الداء وفي شفاء مرضانا إن شاء الله، ونسأله أن يكون رحمة على موتانا. أيها الإخوة الأحباب، لعل من إيجابيات هذه الجائحة أن يجد الآباء وقتا للجلوس مع أسرهم، ويجد الأبناء وقتا للتمتع بوجود آبائهم. ففي وقت مضى كان الولد يشتاق إلى أبيه، وكان الوالد مشتاقا إلى ولده أن يجد له وقتا يجلس معه. فها نحن الحمد لله تبارك وتعالى نجد هذه الفرصة الطيبة، وإن كنا مجبرين عليها إلا أن لنا أوقات مع أولادنا، لكن هذا في كثير من الحالات سبب إشكالا كبيرا في العائلات. فنسبة وأعداد العنف الأسري في تزايد، ربما قد لا تكون الأسر المسلمة في مثل هذا التزايد، وأن يحفظها إسلامها وأن يحفظها قرآنها وأن تحفظها سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أن تقع في مثل هذه الأخطاء الجسيمة، إلا أن الأرقام في تزايد مستمر ومخيف. ولهذا أردت أن أذكر إخواني من الأزواج ومن الزوجات، إخواننا في الأسر، أن ينتبهوا إلى هذه المسألة. أيها الأحباب، الأسرة بالنسبة لنا هي بيت الدفء ومورد الطمأنينة والحب والسكينة والأنس والرحمة، فيها ترتع النفس البشرية وتهدأ، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها كذلك، فقال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ففيها ترتع الأنفس البشرية من موارد الحب والصفاء والاحترام، لأن بها زهرة الأعين وبها زهرة الحياة الدنيا وبها قرة الأعين أولادنا. الله إخواني في زوجاتكم،
الله الله أخواتي في أزواجكم، الله الله فيه الرفق الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله رفيق يحب الرفق. الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في كل شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق فقد حرم الخير في الخير كله، ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهل رفق بأهلينا، ويجعلنا أهل رفق بأولادنا. أيها الإخوة، أيها الرجال الإخوان، كونوا لينين لطفاء مع أزواجكم ومع أهليكم. صحيح أنكم وضعتم في مواقف كنتم تخرجون وكنتم تسهرون وكنتم تلتقون اجتماعين مع أحبابكم، إلا أن ليس ثمة أحباب أحب من أهليكم، ليس ثمة أحباب أحب من أولادكم. فأظهروا لهم الحب إخواني، أظهروا لهم الرأفة، فإن الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا تغضبوا، اصبروا، حاولوا، تجملوا بالصبر، وتغافلوا عن كثير من خطايا أبنائكم وزوجاتكم. تغافلوا، وبالنسبة للأخوات، تغافلنا عن كثير من أخطاء أزواجكم يا إخوان. يعني عيشوا هذه الأيام إن شاء الله تعالى مع القرآن، وعيشوا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا من أنفسكم، أظهروا لأزواجكم الحب والرأفة والحنان والاحترام المتبادل إن شاء الله. وبهذا إن شاء الله تعالى نقضي هذه الفترة في أمن وسلام، ونرجع إن شاء الله تعالى دائما محافظين على أولادنا ومحافظين على أسرنا. وصلى على سيدنا محمد. بارك الله فيك، وجعلها إن شاء الله تكون رسالة تصل للجميع. في آخر دقيقة لك شيخنا، إذا تحب تضيف أي شيء. لقاء جميل ومفيد، ويعني أنتما تقدمان من خلال هذه النافذة الحقيقة خدمة جليلة لجاليتنا الحبيبة في تنويرها، خاصة في مثل هذه الظروف الحقيقة. فمشكورة جهودكما، ومشكورة كذلك أوقات مستمعينا الذين يتابعوننا. نقدم لهم أجمل التحايا، وعلى أن نلقاهم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. نستودعكم الله، وبارك الله فيكم، ومبارك عليكم الشهر الفاضل رمضان إن شاء الله تعالى. الذين يصومونه في ود، والأسر إن شاء الله تعالى متكاملة سعيدة دائما كذا، يعني نراها إن شاء الله في أحسن حال. ودمتم جميعا بصحة وعافية وخير. جزاك الله خير. طبعا موضوع العنف الأسري يعني حيكون له حلقة كاملة إن شاء الله، أكيد في أعداد إن شاء الله ما تكون كثيرة، لكن وهي معظمها مخفية للأسف. لكن يعني برضو بنرجع نحكي إنه يستغلوا قدوم شهر رمضان، يستغلوا الراحة النفسية، الهدوء، يستغلوا قراءة القرآن، قراءة الحديث، يأخذوا عبرة من الأشياء الجميلة اللي ممكن نستفيدها من بعض خلال هاي الفترة. مساعدة الزوجة، مساعدة الزوج، مساعدة الأبناء في أعمالهم المنزلية، ورح يصير إن شاء الله في حب وتكافل أكثر. حابين باسمي وطبعا باسم أخوي محمد نشكر الشيخ محمد الهاشمي على تلبيته هذه الدعوة وتحضيره للدعوات القادمة، لأنه هو أكيد حيكون عنصر فعال في الحلقات القادمة، لأنها كلها مهمة، وهو شخص ناشط في المجتمع ويرى هذه الأمثلة يوميا تقريبا، فعنده من المعرفة وعنده من الطاقة. إن شاء الله ربنا يعطيه القوة على إصلاح ذات البين. حاب أذكركم أنه غدا في عندنا لقاء مع محامي، رح يكون كلامنا غدا عن التغيرات القانونية اللي صارت خلال فترة الكوفيد 19 الساعة 8:30 مساء. فكونوا معنا. شيخ الشعر العربي الشاعر عصام علي عدي كتب لك بقى: أنا يا هاشمي
أدليت في الدلو العجب وأنرت عتم الدرب من كل أدب، صح اللسان وصح الجسم من صح اللسان من علل، يكفي بأنك هاشمي في النسب. يا الله، يعني نعم يا أستاذ الله. عصام الله بارك الله. أريد فقط لو تعطوني 30 ثانية. تفضل 30 ثانية أن أدعو جميع الإخوة والأخوات في الجالية الكريمة للالتفاف حول مركز ابن رشد الثقافي، ومركز الحقيقة شامل، ويرحب بكل الناس مهما كانوا يعني، ونحتاجكم فردا فردا، نحتاجكم أسرة أسرة لدعم المركز حتى يقيم برسالة النبيلة إن شاء الله تعالى، فهو للمتعبد وهو للأديب وهو للرجال والنساء، فتزول الجائحة إن شاء الله تعالى، ونفرح بكم جميعا هنا عندنا في المركز من خلال باقة من الأنشطة التي إن شاء الله تكون في خدمتكم وتسركم جميعا. بارك الله فيك. وأذكر أيضا أن المركز قام بتوزيع بالتعاون مع عدد من الجمعيات الإسلامية، قام بتوزيع عينات طعام على المجتمع المحلي بغض النظر كانوا مسلمين غير مسلمين، ووزعوا أيضا كمامات، ووزعوا هاند سانيتايزرز وأشياء للفراش أسنان ومعاجين أسنان، فأكيد هم بيستقبلوا تبرعاتكم وصدقاتكم والزكاة خلال شهر رمضان المبارك هذا، شهر أو فرصة جيدة أنه نساعد بعض، فأدعوكم برضو للتواصل مع الشيخ. هنحط اللينك تبع المركز لابن رشد، ممكن تتواصل معهم مباشرة، ونقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة قرب حلول رمضان. اللي ما حيحضرنا غدا، بس اللي حيحضرنا هنحكي له بكرة مرة ثانية. تصبحون على خير. تصبحون على خير. على خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.